على المرأة تزكي ذهبها جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فإن الحلي يتخذ من الذهب أو الفضة فيه تفصيل من حيث وجود الزكاة وعدمه، فإن كان هذا الحلي معدا للتجارة أو للقلية فإنه تجد فيه الزكاة، لأن إذا بلغ النصاب فأكثر بأن يخرج منه ربع العشر إذا حال عليه الحول، إذا كان معدا لغير الاستعمال، أن يكون معدا للقنية أو معدا للتجارة. إن كان معدا للقنية فالزكاة عليه في وجهه، وأما إن كان معدا للتجارة فإن الزكاة تجب بمقدار قيمته، بأن يخرج ربع العشر من وجهه إن كان معدا للقنية أو ربع العشر من قيمته المقدرة عند تمام الحول إن كان معدا للتجارة. أما إذا كان الحول معدا للاستعمال والتزين به للمرأة هذا محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه لا تجب فيه الزكاة نظرا لأنه من الأشياء التي يستعملها الإنسان لحاجته مثل الملابس والمساكن والمراكب فلا تجب فيها الزكاة. ومن العلماء من يرى وجود الزكاة فيه نظرا لعموم وجود الزكاة في الذهب والفضة، ومن أدلة وردت في إيجاب الزكاة في الحلي خاصة فهذا هو القول الآخر في المسألة. وعلى كل حال إخراج الزكاة فيه وإن كان معدا للباس يكون أحوط وأبرأ، يجب له خروجا من الخلاف. جزاكم الله خيرا.